صباح الفل يا سعيد. صباح الفل يا سمعة، اتفضل. أبو سعيد اتفضل، فين؟ احنا متأخرين. يا عم الكلام كده وخلاص. عزومة في المراكبية يعني. اوكي. ايه ده، مش دي السكوتر بتاعت باباك سعيد؟ هي. هو مات وهي لسه عايشة. اوكي. صباح الخير يا سعيد. صباح الفل يا فاروق. والنبي عايزك تجي تغير لي الانبوبه يا سعيد. عينيا الاثنين. تسلم عينيك، يا رب يخليك ويكفيك شر المرض يا رب. ايه سعيد، ماتت هي كمان ولا ايه؟ صباح الخير يا سعيد. صباح الفل يا عم سعيد. اتفضل. بس سعيد مش فاضي، فانا قلت اقول بداله اتفضل. امسك كده. ايه ده؟ انت ايه حاطط فيها المدرسه؟ امسك يا سعيد. هات. ايه ده ايه ده ايه ده سعيد، ايه ده بتعمل ايه؟ ده الكتاوت. كتاوت؟ تقصد الكتاوت كده بالطوبه سعيد؟ يا عم ماشي بالبركه. ازاي بتعمل كده؟ دي مستحيل تشتغل، انت اكيد بوظتها سعيد. نو واي تشتغل. اشتغلت. واو ازاي كده؟ اجري يا عبيد اجري عشان الحق سعيد. سعيد سعيد استنى، كويس ان لحقتك. خد عبير معاك عشان الكروس المدرسه فاتها. ها عشت يا اخوي، خلي بالك منها واكلها. انا الاثنين يا معبير. ايه ده ايه ده سعيد، الكلام ده حقيقي ولا عزومه في المراكبيه؟ عزومه مراكبيه يا عم، انا البت ركبت اهو. طب انا اركب فين يا عم؟ بسمه هنا بكافي 100. اركب وسعت لك اهو. بس كده قال لي يعني مش قانوني كده سعيد. يا عم خليها على الله. حماسه امسك كويس. ها امسك كويس لحسن تقع. حماسه. شفت كان عندي حاله، لما قلت لك خد بالك هتقع. السفير بعت للجهات الامريكيه هناك. مظبوط. اعتقد ان الموضوع هيتاخر شويه. المشكله ان حضرتك خرجت من امريكا بالباسبور المصري من غير ما تثبت فيه الجنسيه الامريكيه، فبالنسبه لهم حضرتك ما خرجتش من امريكا ولسه هناك. والله انا لسه هناك فعلا. طب وانا عايز ارجع ليه لما انا لسه هناك؟ انت عارف الموقف بعد احداث 11 سبتمبر، وخصوصا انك من اصل عربي. عموما سيب رقم تليفون نقدر نوصل لك عليه. اوكي. 012 ايه؟ يا مصري عملت ايه؟ قالوا لي هنبقى نتصل بيك. طب ايدك معايا ايدك معايا. هو صحيح اللي بيترفضوا في السفاره دول ناس زباله؟ لا طبعا، مفيش حاجه اسمها ناس زباله سعيد. امريكا مش بتفكر كده، دي حجه بس بيطلعها الناس اللي هم بيترفضوا. اصل اترفضت 3 مرات قبل كده. عشان انت زباله يا سعيد، انت ازاي تعمل كده في الشارع؟ معلش اصلي كنت محصور ومفيش حمامات في الشارع. دي حجه بيطلعها الناس الزباله اللي زيك. ازاي تعمل كده في الشارع؟ ار يو كريزي؟ معلش يا مصري معلش. ازاي كده؟ انا فعلا مش مصدق مش مصدق. ركب ركب ركب. شيت ويت. ايه ده؟ ايه ده ليه بيشخبط في الباب بتاعنا ده؟ ده النجار. النجار. اوكي النجار هنا عندكم شخبط عادي؟ اوكي شخبط هنا شويه. واو ذيس از اميزنج. اوه بسم الله عليك. ام فاين ام فاين. ايه ده؟ ليه عملتوا كده؟ ده طلع منها كميه تراب رهيبه. انت مين؟ انا نوسه. وايه كده ليه عجزتي نوسه؟ خدي ام سعيد اديها بدي كده ممكن ترجع شباب تاني. ايه ده؟ كده لما باخد الارض اتفضلها ابونا عشان نقدر نخلص قبل الفطار. يلا. ايه ده كله صحيح؟ هو احنا مش هنفطر بكره ولا ايه؟ مش عندنا ضيف، وبعدين هو فين؟ ده المغرب قدك. مش ده المغرب ده، انا سامعه. عنج عنج عنج. ايه يا ابني اللي انت عامله في نفسك ده؟ روح البس حاجه عشان تاخد برد. برد؟ هو اللي همك انه ياخد برد؟ روح البس حاجه قبل منصف ما يخرج من الحمام. اوه منصف ده انا نسيت. اتحجبت زي ما انت قلت لي اهو. ها المهم يبقى عن اقتناع الشومين وتخلعه. مبروك. اول نسلم بقى. ماما عسلكوا الطبق ده. يوه عزيت من الطبق ده. صحيح مش الطبق ده كان برضو المره اللي فاتت كان هنا ونزل تحت باين صح؟ الطبق ده طالع نازل من اول رمضان لغايه اما نسينا هو طبق مين. طب ممكن واحده؟ لا لا تسد نفسك كل الحمامية دي الأول وبعدين هديك واحدة. أنا الحمد لله شفت يا أم سعيد، أنا الحمام تحفة تحفة تحفة. أنا هقوم أغسل إيدي بقى.
انا جوعت تاني اصلي الحمام بيجوع قوي في في منون لا لا جع تاني بيجوع جدا قوي وادي يا سيدي القهوه اللي احنا هنقعد عليها اوكي ايه ده سعيد اللي قاعد على القهوه ده انا عارفه لا 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 ايه ده مش ده اسمه عم بلال اللي ساكن هنا معانا في العماره ايه ده انت افتكرته ازاي هو صح اه يا كبر جدا مش هتصدق انا افتكرته ازاي ازاي انا افتكرته من حواجبه هو نفس القعده دي كل يوم وبيقرا نفس الجورنال وغالبا نفس العادات جود ايفنينج اهلا ازيك يا عم بلال انا مصري انت مش فاكرني مش لما تفتكرني انت الاول وبعدين انا اسمي هلال مش بلال هات لك كرسي واقعد اكسكيوز مي اهلا يا مصري عرفت انك انت وصلت بالسلام يا بقى مش فاكر عمك هلال يا هلال ده انا اللي مطهرك في ايدي تضحك على ايه ما انا مطهرك انت كمان ازيك يا مصر فاين ام فاين ازاي يا ابوك اه عم حلال ماي داد ميت دلوقتي كان نفسه يجي يعيش هنا في اخر ايامه بس ما لحقش بقى انا بستغرب على الناس دي الواحد منهم يهاجر ويضيع عمره بره وفي الاخر يقول انا عايز ارجع بلدي عشان اندفن فيها كأن البلد دي أراضي كبير الله يرحمه كان راجل طيب ما قلتليش بقى ناوي تدفن هنا ولا برا انا من ساعه ما جيت وانا متبهدل على الاخر خالص عشان كده ناوي ارجع همشي لما تمشي يا اخي حد ماسكك انت ماسكه سعيد مش ماسكك امشي براحتك ولا اقول لك امشي انا السلام عليكم ما تزعلش منه يا مصر عادي يعني هي جت عليه هو بقى بيعمل ايه دلوقتي زي ما هو على حطة ايدك عنده الاستوديو الكبير بتاعه واللي في التحرير يا تشرب شاي يا مصر اوكي بس سكر دايت اتنين شاي سكر برا برا ايه انا بشربه سكر دايت يا سعيد مش برا والله وحشت يا مصر قولي بقى عامل ايه في المصيبة اللي انا فيها دي دلوقتي يا عم ما تقلقش هنطلع لك رقم قومي في باسبور وتروح تاخد الفيزا وتسافر على طول الكلام ده هياخد وقت طيب كله دلوقتي بالكمبيوتر خمس دقايق ونخلص ونمشي اوكي سعيد سعيد ارجع ورا شويه اقلع النضاره بس اوكي فعلا لو مشينا بالطريقه دي كده سته كده في سته فعلا ممكن خمس دقايق نخلص ونمشي على طول خلص ايه؟ ده طابور الاسانسير ايه؟ اسانسير؟ انت متأكد؟ اي خدمة اسعد الباشا بامان الله بامان الله ايه ده؟ ما تقلقش قلت لك كمبيوتر خمس دقايق وهنطير تعال نشوف ده اتفضل يا سعادة الباشا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اتفضل 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 يا باشا شو قلت لك؟ أنا معايا الاستمارة البطيئة بس أنا مستعجل أوكي وعايز أعمل الرقم القومي ده قومي قومي حاضر حاضر من عينيا يا باشا ثانك يو بس الورق ده مش كامل هتكمله ولا هتشربنا شاي أوكي أوكي نشرب شاي بس أنا صايم فأنت عايز تشرب شاي أوكي سعيد شوف هات له شاي بس كم معلقة سكر؟ خمس معالق في 20 واو 100 معلقة؟ ده إيه؟ حصان؟ شاي يعني فلوس رشوة يعني؟ رشا اوكي اوكي فهمت طيب يعني هنا كله بيدفع رشا ولا انا بس اللي هدفع؟ قصده يعني بما يرضي الله انا هنا بشتغل من الاول بما لا يرضي الله اخلصك ولا تحب تقف في اخر الطابور بما يرضي الله
بكام رشا؟ 100 جنيه. فين بما يرضي الله؟ اتفضلي يا هاني. سلامنا للباشا بأمان الله مع ألف سلام. الله، إيه العرق ده؟ أصلها بتمطر في أول الطابور. مطرة المطرة خير. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. يبقى عايزين بقى يا حبيبي شهادة الميلاد. متقلقش، تخلص في 5 دقايق. سلمي على بابا وماما مع ألف سلام. خش بقى مصر. مش ممكن تعتبرني واحد من العيلة دي. خدت بقى شهادة الجيش. متقلقش يا مصري، 5 دقايق ونخلصه. الجيش، الجيش. عايزين بقى من حضرتك 4 صور، 4 في 6 تكون ودانك الحلوة دول باينين فيهم. ها؟ وأنا أتصور فين بقى دلوقتي؟ عم هلال طبعا. بقولك أتصور مش أتطاهر. ما تقلقش، هما إيه دي سعيد، خدودك ليه بتهز كده؟ تقريم 10 دقايق كده؟ واو، أوكي. تمام، I'm ready. عم هلال بليز، وداني لازم تبان أوكي؟ يعني أنا لو هرتكب جريمة هرتكبها بوداني. أهم حاجة في الصورة إنك تضحك. اضحك. استنى يا مصر، أنا عايز آخد صورة معاك. دي هيعوزوها في البطاقة؟ اتفضل. أدي 4 صور، 4 في 6، وداني مترترة فيهم. عندنا بقى ضامن يا حبيبي. يلا. 9 8. واحدة واحدة يا مصر، ده أنا بمضي ضامن ودي مسؤولية كبيرة. أوكي خلاص خلصت. هو 9. اوكي. ايه ده؟ ليه كده صورتك عامله كده في الرقم الكومي؟ ليه شكلك فظيع كده؟ ما صور بطائر المصريين كلها بالشكل ده، بس العسكري بياخد الصوره على سهوه. ليه؟ هو عسكري واحد بيصور المصريين كلهم؟ شكلك فظيع، بلاش حجر. في حد دي بس صورته شكلها عامل كده؟ ايه ده؟ بلاش حجر، حد يتصور كده بالشكل ده؟ فاضل حاجه واحده بس، المؤهل الدراسي. ده ممكن نلاقيه عند عم هلال؟ لا، ده بقى نلاقيه في المدرسة. 5 دقايق وهنخلصه. بس بقى هوي زمان الشاي غالي. 3 معالق سكر ولا 4؟ لا لا لا، حط لي معلقة واحدة سكر بره. اوكي بس سنين قلت لك مليون مره جيبها دي ما تلبسهاش. ما بحبش حاجه ضيقه. ده انا لابسها لك. يبقى هي المصيبه اللي لابسها لي. بصي، طول ما انا في البيت لا جيبها ضيقه ولا بضي ولا بنطلون جينز، عايز ذكر قدامي. الشاي هم على طول كده بيتخانقوا مع بعض. طيب ما يتطلقوا. يتطلقوا ايه بس؟ دول بيحبوا بعض قوي. طيب ما يجربوا يكرهوا بعض شويه، ممكن يبطلوا خناق. دول كانوا متجوزين ودلوقتي بقوا في حكم المخطوبين. بعد جوازهم ب6 اشهر في بيت امه، اخوه اتنصب عليه في مقدم شقه زي بليز. اوكي. وراح متجوز معاهم في بيت امه. والشقه ضيقه. وابتسام اتخانقت مع حماتها. راحت امي قالت لها هاتي عفشك وجوزك وتعالى اقعدي معانا هنا في الشقه. ومن ساعتها انا وعبد المنصف وحماسه في اوضه. اوكي. وابتسام وامي ونوسه في اوضه تانية. ومن ساعتها هما مخطوبين. شت، الزرار ده هيجنني. مش بيشتغل، بعرفش ليه. وريني كده اشوفها. انا سعيد بيس، معلش تزعلش. يعني سيدي الكاميرا مايداد جابها لي قبل ما يموت، فانا بحبها. انا هشوفها مش هموتها بليز. بس ده انا قلقت بعد بليز دي. شوفها مره واحده مره واحده. اوكي بس تكير. ها اوكي بكير. حاضر. ايه سعيد، وات ذا هيل؟ بقولك الكاميرا ماي داد جابها لي قبل ما يموت. قمت تف عليه كده، عليها كده. شيت. ايه ده اشتغل؟ انت بتبص على ايه؟ الماسوره دي اللي خارجه من البلكونه. عايز افتكر كان اسمها ايه. يا زرباب. يا كانت صعبه قوي. الزرباب ده انا عايش في زرباب قوي. اسمها من زراب. زراب. كل عينب. كل صدق. انا افتكرت بقى حاجه بمناسبه العنب ده. فاكر لما كنا بنرمي عنب على الناس ويشتمونا؟ تعال نجرب. اوكي. طب استنى استنى، خد واحده بايظه. اوكي اوكي. ريدي. يا كلها الحال دلوقتي اتغير. دي بايظه. هي فعلا بايظه. كل كل. اكل ايه بقى؟ اكل ايه دلوقتي؟ وانت ليه بقى
مش اتجوزت انت وميرفت سعيد؟ هتجوز مين يا عم؟ دي عقبال املتك بقت مدرسه انجليزي وموسيقى في المدرسه بتاعتنا. انتوا عندكم مدرسه؟ مدرسه ايه يا عم؟ المدرسه اللي كنا فيها واحنا صغيرين. اوكي اوكي. يا يا طب يعني انا مش فاهم برضه، يعني هي بقت وحشه لما بقت مدرسه؟ بقولك بقت مدرسه انجليزي وانا يا دوبك معهد سنتين والعلام بيحب العلام. اوكي اوكي يا جارد. يا 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 يعني انت سعيد فكرت وقررت ان هي مش ممكن ابدا هتبص لك يعني ومش هتحبك من غير حتى انت مش ما تقول ما 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 تقولهاش كده الحكايه دي؟ انا متاكد انها لا يمكن تفكر فيا. اوكي سوري سعيد ماما. يا اسمك ايه ماما؟ نادية. نادية يا كانت فادية بنتي بنتي. ميرفت. يا سعيد سعيد يا شباب بطيخة سعيد. العجلة بتاعتي دي يا هورسيز فين؟ فين عجلتي دلوقتي؟ ها سعيد. اوه ايه سعيد الكتاوت برضك؟ طب اجيب لك طوبه. ها مش هتشتغل بالطوبه ده اصله المرش. طب اجيب لك زلطه. يا اسكت بقى يا مصري. ايه الاخبار يا سعيد؟ بس يا ولد مصيف. مصيف انا كنت عايز اقول لك حاجه. انا سمعتك انت وابتسام وانتوا بتتخانقوا اوكي، بعدين انا حاسس ان انت سايب المشكله اللي هي حقيقيه ومخلياك نيرفز وكده وبتتخانق على متاهات. متاهات؟ سوري اقصد تفاهات يعني. انا عارف كويس انت وابتسام عايزين يعني هو دايمين انتوا انتوا تلعبوا عليك العروسه يعني مع بعض اوكي. انا فاهم تمام. فعشان كده انا لقيت حل اوكي، لقيت حل لانه انا عارف المكان فوق مش هينفع ولو عملتوا كده مع بعض كلنا هنبقى عارفين طبعا. يو نو اوكي. عشان كده انا لقيت حل. ايه رايك انت تاخد ابتسام وتسافروا تروحوا باريس، تروحوا سبين، تروحوا هواي. انا فكرت في كده فعلا. ريلي جود. هي امريكا علمتك الهبل والبجاحه. اي مان ما تركزش قوي كده صدقني، بس اسمع مش احسن ما تستنى كل يوم اربع تتفرج عليها وهي بتمسح في الارض؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ سعيد قال لي. سعيد يا ده قال لي القهوه كلها. قال لي القهوه؟ انا هو بهزر معاك. سعيد كده واحنا بنتكلم فوق قال لي يعني من غير ما يقصد. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال ومن غير يعني من غير نرفزه وبهدوء شديد جدا يعني. انت مال امك؟ سوري انا مش فاهم الجمله بس ساوندز لايك شتيمه يعني؟ لا شتيمه، شتيمه لسه جايه. كلمه واحده كمان وهذكر الست الوالده بافظع الشتايم والاوصاف في امريكا وفي مصر. اوكي؟ اوكي. طب ممكن توسع كده عشان اروح الشغل بقى؟ انت شغال هنا؟ انت اتحلفت علينا من اني داهيه. صباح الخير يا سعيد. لا بقى ابو عبير خدي حماصه في ايدك. تعالى يا حماصه اجري يلا. سلام اخويا. باي حماصه باي. طب كده يعني حماصه لا احد يوصله، احنا مين يوصلنا بقى؟ اتوبيس الشعب بقى. يلا بنت بقى. ثانك يو. سعيد سعيد حالي حالي. اه اه تذكرتني يا اسطى. خش خش
يا نهار اسود. تعال 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 خش خش واحمي ظهرك احمي ظهرك. اوكي اوكي ويت. سوري بس مش عايز لاي حاجة امسك فيها. ايه ده ايه ده ايه ده يا استاذ ده ايه يا استاذ ده انت انا بس لو اعرف الف لك. اوعى تلف له ليبوسك في بقك. ده المتحرش الرسمي بتاع الخطوة ده تقريبا. وات نو 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 نو. نط يا مصري نط يا مصري الحقوني الحقوني مصري مصري. انت كويس؟ ها انت سليم؟ ها استنى انا بقى تشرب ولا انت صايم؟ لا انا صايم انت سليم؟ حرك ايدك مش تنشف كده. ما انت اللي غلطان يا مصر. المفروض تنط مع اتجاه الاوتوبيس مش ضد اتجاه الاوتوبيس عشان قوه الدفع بتاعتك ما تبقاش. خلاص يا سعيد هو انا هعمل دكتوراه في النط خلاص مش راكب تاني اوتوبيس. مدرستنا اهي. اه صحيح ايه ده مدرسه النيل. ياه الله مش النيل كان هنا؟ ايه انت لسه فاكر ده دلوقتي في عمارات طلعت وزحمه. ميرفت شغاله هنا. شغاله؟ مش انت قلت لي يا ابني انها مدرسه مش شغاله؟ شغاله مدرسه هنا. اه اوكي اوكي. اه مدرسه النيل. ياه اور سكول. ايه رايك شفت المدرسه بقت حلوه ازاي بعد ما جددوها؟ قصدك هببوها. جددوها ايه؟ دي بقت تقرف. ليه عملت كده؟ والملعب ده مش كان كبير جدا؟ ده بقى صغير قوي. طب بقول لك ايه انا عايز اروح الحمام. فين هو؟ اخر الطرق. روح لحد ما حضرة النظر يظهر. ليه مستخبي؟ نقول له ايه؟ ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو فيري ماتش. يلا سمعوني. ثانك يو فيري ماتش. هي هي اكسكيوز مي. هي اسمها فيري ماتش مش فيري ماتش. انت مين حضرتك عشان تقتحم الكلاس؟ كلاس؟ اوه شيت. طيب خلينا بس في فيري الاول. انت مين؟ انا مصري. وعامل فيها فورنر ليه لما انت مصري؟ الفيري ماتش قال ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو فيري ماتش. اجين اجين. لا انا جاي لك. لا لا انا عايزه اعرف مين حضرتك وازاي تدخل عليا كده كلاس. كلاس ايه؟ مفيش حاجة اسمها كلاس. كلاس يعني ده كلاس وده كلاس وده كلاس. دول كلاسات. انت بتعملي غلط. لا صح. اوكي لو صح اتفضلي قولي. قولي كده فايبريشن. فايبريشن يعني هزاز يا ولد. طيب قولي بقى كده اخر حاجة يعني فايكنج. فايكن فايكن. ده انت فايكن نص عمرك. ابلا ميرفت ميس نيفين بتقول لحضرتك وفي بروفا النهاردة. ايه التلوث اللي انا سمعته ده؟ روحي يا ورده قولي لينفين قبل ما يرفض بتقولي. لا في الانجليش فولا فولا فول. استني يا ورده قولي كده فيري ماتش. فيري ماتش. انت بتسقفي على ايه؟ انت نشرتي المرض كله في المدرسه. ازاي تعملي كده في الكيدز؟ ازاي؟ انتوا اتقابلتوا؟ مين دي؟ انت تعرفها يا سعيد؟ ده مصر العربي. انت مش فاكرها؟ دي ميرفت. دي ميرفت؟ مش عايز افتكرها. كفايه انت فاكرها. اوكي دي بتعلم الكيدز غلط يا سعيد. سعيد المدرسه بالانجليزي هي دي اللي بتعلم حماسه اخوك. شوف كسد معاك ازاي. يا سيكس سيكس. انا رايح الحمام يا سعيد. الفستير مغلق عشان بيصلح. فظيع في الانجليزي فظيع. اوكي اوكي اوكي. ما تزعليش من مصري اصله بيتكلم امريكاني ومالوش في الانجليزي. اه عشان كده اتنشن. طب هو جاي اقامه ولا جاي في ستور؟ قلتي جاي ايه؟ قلتي نزل ايدك. قلتي ايه انت؟ الشاكت الشاكت. شاكت ايه؟ طبي قلتي نو نو ما تتكلميش خالص انجلش. قلتي انا جاي ليه؟ طبي هو سعيد. لا مش هسيبها سعيد مش هسيبها سعيد. مصري طبي انا جاي هنا ام في ستور. قالت صح في ستور. انا سمعتها في ستور. انا جاي في ستور. انا انت قليل ادب. هو سعيد انا اتهنت هنا في المدرسه. انا رايح الحمام في ستور. شيت شت. انا زباله زباله زباله. قفشتك. بتعمل ايه يا مصري؟
ايه مفيش، انا بس كنت بقول حاجه للصور. مش دي حركات زباله؟ طب يلا يلا يلا، بس اوعى تدوس في المي. اعمل ايه؟ ما هو الحمام ده بتاع المدرسه مقفول وما لقيتش حمام في الشارع، اعمل ايه يعني؟ جبت لي الشهاده بتاعتي من حضره العمده، من حضره الناظر. اه تمام، بكره نستلمها في 5 دقايق. اوكي، ما قلتليش ايه رايك في ميرفت بقى بعد ما كبرت؟ قصدك بعد ما تحولت؟ دي بتقول شاكت يعني، عارف بقت كده تقولوا انتوا ايه عليها؟ دي اسمها بيئه، ميرفت بقت بيئه يا سعيد. ايه ده شاكت؟ يلا يلا يلا. اتفضل يا بيه. هنا على الكرسي؟ نعم. اوكي، ممكن لحظه؟ اه تيك يور تايم. Oh my god! What the hell? يا حيوان! Shit! Shit! ها عملت ايه؟ مرضيش صورني. ازاي يعني؟ يعني قال لي ان هو مش في المود. مصري، ابلغ البطاقة. مين ده؟ ده العسكري اللي صورني. بحالكم وافتح الله، انا جبت لكم ورق منين وجبت منين؟ الله يلعنكم اللي عايز شغلكم ده، اللي عايزينكم ده. وانا اروح فين بقى في الاوض دي كلها؟ سوري سوري. استنى مش هنا قبول الطالبات؟ ايه ده؟ المكتب اللي جوه؟ طب في شباك لسه انا ما وقفتش عليه.